فاطمة يريد يكلموك، جريدة القبس لو سمحت. احنا سوينا معاك مقابلة قبل، كنا حاضرين عملنا تغطية لمنتخب عمان في بطولة قطر. صحيح، من أجمل التغطيات كانت، منتاجكم ما قصرتوا. كنتوا طبعا القدس دائما ما عليكم كلام. عمان البطولات والتاريخ، مستقبل وحاضر وماضي. المرأة الخليجية تقدر تثبت وتقدر انها توصل دائما. وين رحتي؟ والله من مطعم لمطعم، والله وكيلك. الكويت عزيزة جدا يعني على قلبنا، وواجد نحبها ونحب شعبها. الشعب الكويتي والعماني جدا قراب من بعض يعني، ومتخالطين كلهم مع بعض. الله نستانس واجد بأكلكم، أكلكم مصيبة، مطاعمكم وأكلكم مصيبة. احنا شفنا في امرأة عظيمة كانت وراك. أكيد طبعا الوالدة، دائما أقول يعني أن دعم الوالدة في مشواري لولا دعمها احنا ما كنا حققنا حتى 10% من اللي احنا وصلنا له اليوم. لأن أنا ومن فاطمة وهي صغيرة، وأنا يعني معاها على طول، فجأة سندها يعني. فيها البركة احنا نسميها، لما تجي معايا هي البركة. وأنا مدربة تنس، فكنت أدربها، كانت بروفيشنال مصنفة على العالم، وتركت التنس ولجأت للبدل. والدة كانت قاسية عليك؟ كنا صغار يعني شوية أكيد، بس هذه القسوة هي اللي وصلتنا اللي احنا فيه الحين. فاطمة إذا لعبت شو تحسين؟ طبعا بكون متوترة جدا، بحمسها وبعدين ما بقدر أظهر لها توتري يعني، متوتر داخلي يعني. كان بطلة البادل وهي بطلة الخليج. شوف البادل أنا لعبة جالسة ألعبها للمتعة وللاستمتاع، ما جالسة ألعبها احترافيا 100%. ونفسي أقول شيء للكويت، وأحسن شعب، ويعني ما حسينا أبدا إن إحنا خارج بلدنا. سيفين والخنجر أرماني.